مشاهدينا الكرام تابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا قادوس الفرقة قدام عمارة سكنية كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، دايرين لي غير بحال الكرتون والحجر باش ما يبانش، أكيد يداك جات ولكن ما دارت حتى شي حاجة. الساكنة غادي تسبب لها في ضرر كبير ولكن مازال ما لقات الحل، لأن الساكنة عيطوا على يداك ولكن قالت لهم هذه ماشي الخدمة ديالي. فكيف ما قلت الساكنة طال عليها الدم وهادشي، لأن القادوسين فرقع هنا كيف ما كتشاهدوا معايا كيعطي واحد الرائحة كريهة. حنا كنعرفوا بأن هاد الرائحة كتسبب في أمراض، لا بالنسبة للساكنة لا بالنسبة للأطفال الصغار لا بالنسبة للناس اللي يكونوا ساكنين في العمارة. مازال مواصلين معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وكيفما تقدس الفرقة قدام عمارة سكنية والسكينة متضررة من هذا الشيء. وقلت كذلك بأن يدك جات ولكن ما دارت شي حاجة، يعني قالت بأن هذه ماشي خدمتها للأسف الشديد. والمشكل واقع بأن كنعرف بأن القادوس كيعطي واحد رائحة كريهة كتسبب بزاف ديال الحوايج، وهاد الرائحة الكريهة هي اللي كتسبب أمراض بالنسبة للناس ولا بالنسبة كذلك للأطفال، خصوصا الأطفال الصغار. نحاول نوريكم حتى القادوس الاخر اللي مفرقع هنايا، ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو الاخر اللي داير لي غير الحجر والكرتون. تمام مشاهدينا، فكنتمنى تكون التفاتة من طرف المسؤولين، تكون التفاتة انه يجي ويصاوبوا هاد القوات اللي كيكونوا مفرقعين، لانه كيف ما قلت راه كيسبوا واحد الانزعاج بالنسبه للساكنه وكيسبوا واحد المضره للساكنه، لان كيف ما قلت قد الفرقع راه فيه رائحه كريهه، فيه فيه بزاف ديال الامراض. فعلى الاقل يديك منين تجي على الاقل انها تجي دير خدمتها وتصاوب هذا الشيء. والمشكل اللي واقع انه قدام عماره سكنيه، انتم كيف ما كتشوفوا قدام العماره، يعني الناس اللي كيهبطوا هنايا راه غيهبطوا عليه. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، كنا معكم مباشرة من مدينة الدار البيضاء، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.